الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعد لي مساكم في هذا اليوم، في يوم الختام لأبناء الغبايل، في يوم السيوف، في يوم الملايين، على أرضية ختام الوذبة. من بعد هذا كل يترقب اليوم، يوم الغد إن شاء الله سيف أصحاب السمو والشيوخ. اليوم انطلاقة أبناء الغبايل، ينطلق هذا الشوط، وهذا الشوط على الهواء بثا مباشر، النقل الحي والمباشر عبر قناة ياس الفضائية، قناة دبي ريسنج، قناة الكاس والقنوات المصاحبة للنقل في هذا الحي المباشر من هذا الختام، ختام عاصمة الميادين، ختام الوذبة في هذا اليوم، في هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط، شوط الحول المحليات الأصايل. جائزة هذا الشوط للمركز الأول خنجر، بالإضافة إلى الخنجر 2.5 مليون ينتظر أحد الفائزين في هذا الشوط. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط مع الظبي لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان. الاجتبي المركز الثاني، نشوف اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات. أرى الآن مذيار حمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري. ننتقل إلى المركز الثالث، أسام على المركز الثالث لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان. الاجتبي في المركز الرابع، المركز الرابع هنا رقم واحد، من المركز الرابع إلى المركز الثالث. يا السلام الحقه الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي تغير إلى المركز الثالث، وفي المركز الرابع هنا ساسكو خادمة بإنجازاتها على أرضية ميدان الشحانية، صاحبة الشلفة، صاحبة الخنجر على ميدان المرموم، واليوم تبحث عن الخنجر، تبحث عن الهاتريك بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله المسند. ها هي ساسكو تغير من المركز الرابع إلى الثالث إلى الثاني. ها هي ساسكو. ننتقل إلى وين؟ إلى المركز الخامس، أسام على المركز الخامس لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان. الاجتبي هذه النتيجة يا هو شوطة. الشغل بدأ بدري وتو الناس الأمور. مسافتنا 8 كيلومتر، والأخوان عينهم على صاحبة الإنجازات، صاحبة الإنجازات في هذا الموسم، بطلة شوط المحليات في ميدان الشحانية، في ميدان المرموم، واليوم تبحث عن أيضا تتوج في هذا الختام، ختام الوذبة 2024. وإذا سجلت هذه النقطة بنقول هاتريك ساسكو على هذا الأداء، على هذا الأداء المميز. ها هي بقيادة سعيد بن بطي الزعبي. يا سلام الملكية الناصر بن عبد الله المسند. ننتقل إلى المركز الثاني، الحق على المركز الثاني الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث الظبي قادمة بإنجازاته، قادمة بسيفها من سلطنة عمان، من ميدان البشاير بهذا الشعار، شعار سعادة محمد بن سلطان بن مرخان. الاجتبي مالك كفو الذي انتزع الشوط في هذا المساء في شوط الانتاج. يا سلام يا سلام يا ابو سلطان. ننتقل الى الهديفي والى شعار الهديفي مع مليار على المركز الرابع يا ابو فريح الحمد بن غانم بن سلطان. الهديفي مساء الخير يا ابو غانم، مساء الخير على هذا الاداء المميز. ننتقل الى المركز الخامس، وفي المركز الخامس نشوف شعار الصعبة على ظهر وسام لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان. الاجتبي هذه النتيجة حتى هذه اللحظات في هذا الأداء المميز، في هذا العرض المميز، في هذا المساء المميز، في هذا الحضور المميز من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحادات سباقات الهجن. مرحبا أبو حمدان، مرحبا بس
اسمه هو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. مرحبا بالجميع، مرحبا بالمشاهدين، مرحبا الذي حضر هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي في هذا الختام السنوي الكبير. مرحبا بالجميع، مرحبا بالمشاهدين. اسكو لا زالت على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي تطمح بانتزاع هذا الشوط والخنجر تهديه إلى دولة قطر، وخاصة أهل الخور يا أبو عبد الله يتابعون أداها حركاتها في هذا الميدان، وهي تتعرش على مدرج رقم واحد الناصر بن عبد الله المسند بقيادة المضمر سعيد بن بطي الزعبي. يا سلام يا الزعبي على هذا الأداء المميز. المركز الثاني الظبي حاضرة، الظبي موجودة بهذا الشعار، شعار الصعب، شعار سعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على المركز الثاني بإنجازاته بتاريخ المشرف، حاضرة في هذا المساء عينها على الخنجر. أهالي مرغم، أهالي زعبيل يتابعون يا أبو سلطان بهذا الأداء المميز بقيادة الغفيلي الذي لا ينغفل عنه عبد الله بن سلطان الغفيلي في التضمير. ننتقل إلى نوايا بشعار الشبل، بشعار سالم بن حمد بن دري الفلاحي صاحبة إنجازات عديدة في سجلها الحافل في تاريخ المشرف، بشعار الشبل سالم بن حمد بن دري الفلاحي. ننتقل إلى المركز الرابع نشوف أسام لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الخامس ناخذ اللي على المركز الخامس، مذيار على المركز الخامس حمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري. أهالي معيذر يا أبو غانم يتابعون أداء مذيار، يبونك تودي السلامات إلى دولة قطر. ننتقل إلى مقدمة هذا أستاسكو. ساسكو على المركز الأول، الأنيق بالأناقة بأداء ساسكو على مقدمة هذا الشوط، وهي تقدم أحسن حروفها، تسجل حروف من ذهب في هذا العالم، عالم سباقات الهجن على أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين. يا السلام يا أبو عبد الله على هذا الأداء المتميز. ننتقل إلى المركز الثاني الظبي 2 كيلومتر ما تبقى عن خط النهاية. المركز الثاني الظبي لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الثالث هنا شقي قادم مع دانات حمدان بن سعيد بن يابر مع دانات. نوايا ناوينية، بن دري ناوينية، ما ندري شو نوايا أبو حمد، نوايا على الخنجر، على الناموس، على الفوز. ها هي نوايا سالم بن حمد بن دري الفلاحي. المركز الخامس أسام على المركز الخامس لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. نرجع إلى المسند، إلى ساسكو على المقدمة، علقت عليها في ميدان الشحانية وانتزعت الشلفة، علقت عليها في ميدان المرموم وانتزعت الخنجر، وأيضا بن مستلع علق عليها وفي المرموم. يا سلام على هذا الأداء المتميز في هذا العرض المتميز. الشقي قادم مع دانات من دانة الدنيا، قادم مع دانات من دبي عينها على الخنجر، لكن هنا صاحبة الإنجازات، صاحبة التاريخ المشرف، تسجل حروفا من ذهب حتى هذه اللحظات. يا سعيد يا بن بطي يا الزعبي لا تقول له شيء خلا هنا كيلو، تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير بقيادة ساسكو على المقدمة بهذا الأداء. السلالة الشاهينية تفرض نفسها لناصر بن عبد الله المسند. يا سلام نوايا على المركز الثاني سالم بن حمد بن دري الفلاحي، لكن خلونا مع ساسكو على المقدمة. عصاته ما تحركت
الآلي سعيد بن بطي الزعبي ما قال له شيء ما قال له شيء. تركض هي الدل طريقها، تشوف المنصة، تشوف الخنجر تلمع 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 تلمع. يا سلام يا بنت شاهين، يا سلام يا بنت شاهين، يا سلام يا لنيغ. ناصر بن عبد الله المسند بن حماد غادم معالي، ما ظن ظن مانع بن علي بن حماد، لكن خلاص خلاص ساسكو. سلام يا دولتي خطر، سلام يا اهل الشحانيه، سلام يا اهل الخور، سلام يا المسند، سلام يا الزعبي. النقطه الثالثه، الرمز الثالث، الهاتريك 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 يا المسند. سلام يا المسند، سلام يا سلام، الاول وثاني المسند. تهانينا على فوز ساسكو بالخنجر وبهذا الشوط. المركز الثاني القيصوم الناصر بن عبد الله المسند، المركز الثالث، المركز الثالث الذي وصلت في المركز الثالث الظن مانع بن علي بن حماد الشامسي، المركز الرابع نوايا سالم بن حمد بن دريه الفلاحي، المركز الخامس اليازي الخليفة بن سلطان بن رشيد الاجتبي، الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هاي ساسكو وهي تخطف الخنجر، التوقيت الأفضل في هذا المساء. هاي ساسكو 12 دقيقة 10 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا الناصر بن عبد الله المسند، تهانينا للمضمر سعيد بن بطي الزعبي، تهانينا أيضا للمذيع سالم بن حضيرم يا بن قاطع. ساسكو في هذا المساء مع الجماعة، مع الجماعة اللي في ذا القلم ما يكتب عمره شجي يا أبو فهد. ناخذ المركز الثاني، نشوف قيصومة على المركز الثاني 12 12 8 أجزاء من الثانية. تهانينا الناصر بن عبد الله المسند. المركز الثالث نوايا على المركز الظن على المركز الثالث، 12 دقيقة 14 جزء واحد من الثانية. تهانينا مانع بن علي بن حماد الشامسي، والأضافة وصلت في المركز الرابع نوايا قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره، 12 دقيقة 18 5 أجزاء من الثانية. تهانينا سالم بن حمد بن دريه الفلاحي، المركز الخامس اليازي 12 دقيقة 20 وفاء وتماما. تهانينا الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا للجميع على هذا الأداء. شوط الزمول الشوط المفتوح ينطلق. زميلي سعد بن متلع، الكلمة لك يا أبو محمد. شكرا للزميل سالم بن سعيد بن حضر.